ويقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: واصبر حكم ربك فإنك بأعيننا. رب العزة يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإنك بأعيننا. ماذا إذا كنت بعين الله طاعك؟ وماذا ومن يكون عليك إذا كان الله معك؟ هذا في الدنيا. ألم يقل سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ليس الذكر باللسان فحسب، وإنما بالقلب باستحضار معية الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. لم يقل لهم ماذا طوبى، قال بعضهم هي اسم للجنة وهو أعم. طوبى كل أمر طيب لهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، قدم صدق عند من؟ عند الله. أن لهم قدم صدق عند ربهم. مقدم صدق وعلامة صدق وقدوم صدق. ألم يقل سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا على ما فاتكم، لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا مما فاتكم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم. ماذا بعد إذا كان الله وليك؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ماذا إذا كان الله هو الذي يتولى أمرك؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ هذا إذا كنت مع الله.